لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبهن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه
وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بالسوء إلا ما رحم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وبعد عباد الله، فقد قدر الله عز وجل أن يرى الملك في منامه رؤيا تنقلب بها الموازين رأسا على عقب، ولله في خلقه شؤون، وإلا فكم من رؤى يراها الملوك والساسة ومن يسمون بصناع القرار فلا يعبؤون بها. أما صاحبنا فقد أفزعته رؤياه وطلب لها تأويلا عاجلا تظهر على إثره براءة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقول المرأة الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذاك هو الموجز. وإلى الأنباء بالتفصيل. يقول الله عز وجل في هذه الآيات البينات: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف أي ضعيفات هزيلات، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي إن كنتم أهلا لتفسير المنامات. فقالوا أضغاث أحلام، أي أحلام مختلطة لا معنى لها فلا تشغلن نفسك بها. وهذا عباد الله هو ما يسمى بفن تسطيح المشكلات والأزمات والتهوين من شأنها، ويأتي في مقابل ذلك وعلى النقيض فن التهوين والتضخيم وصناعة الفزاعات. والحق عباد الله وسط بين هذا وذاك، فالحق وسط بين باطلين، ونور بين ظلمتين، وحسنة بين سيئتين، وفضيلة بين رذيلتين. ويبدو أن الملك لم يقنع بهذا التأويل السطحي الهزيل لتلك الرؤيا، فكأنه طلب تأويلا آخر. لما قالوا له أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لم يقنع الملك بهذا الكلام. وهنا وجد ساقي الملك الفرصة سانحة ليقدم خدماته ويستعرض مهاراته، فقال لما قال الملك أو جلساء الملك أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فقال الذي نجا منهما وادكر أي تذكر يوسف عليه السلام بعد مدة طويلة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقد كان يمكن لساقي الملك هذا الخمار أن يخبرهم عن يوسف وإبداعه في تأويل الرؤى، وأن يرسلوا غيره إلى يوسف ليعبر لهم رؤياهم،
إلا أن هذا الساقي أراد أن يكون له حظوة عند الملك، كان يمكن أن يأمرهم أن يبعثوا بغيره إلى يوسف عليه السلام تفاديا لصعوبة اللقاء وحفظا لماء الوجه، وإلا فبأي وجه سيلقى يوسف عليه السلام وقد نسيه ونسي مظلمته ونسي ما وصاه به يوم أن قال اذكرني عند ربك؟ كل ذلك لا يشغل الخمار، وإنما الذي يشغله ويقوم وينام به هو حطام الدنيا والحظوة عند الساسة والملوك والرؤساء. إنها الشخصية الانتهازية النفعية الوصولية التي لا يشغلها إلا حطام الدنيا ولا تعرف إلا لغة المصالح. إنها الشخصية التي تحب أن تحمد بما ليس فيها، وقد توعد الله عز وجل على ذلك فقال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب إزور. الغرض المقصود عباد الله أن الفتى ذهب إلى يوسف عليه السلام وقال له مباشرة يوسف أيها الصديق أفتنا، هكذا مباشرة وبلا مقدمات دون أن يعتذر عن نسيانه ونسيان قضيته العادلة، دون أن يعتذر عن نسيان وصيته يوم أن وصاه قائلا اذكرني عند ربك، دون أن يقدم كذلك وعدا آخر أن يذكر به يوسف عند الملك يعوض به تقصيره ونسيانه الأول. هكذا مباشرة يوسف أيها الصديق أفتنا، أين الخجل؟ أين الحياء؟ أين السعي في نصرة المظلوم؟ ليس للخمار ولا لأمثاله من عبيد المصالح من ذلك الطيب نصيب، فالطيبات من الأقوال والأعمال والأحوال للطيبين يوفق لها الطيبون، الطيبات للطيبين، والخبيثات من الأقوال والأعمال والأحوال والمواقف تكون كذلك للخبيثين. وتأمل كذلك كيف أن هذا الفتى ساقي الملك لم يذكر ليوسف عليه السلام أن تلك الرؤيا لها شأن ولها وزن ولها ثقل، إنها رؤيا الملك أكبر رأس في الدولة، وقد تكتم الفتى ذلك خشية أن يعلم يوسف عليه السلام بذلك فيشترط الخروج أو يشترط أن يفسر للملك منه إليه مباشرة دون وسيط، ومن ثم تضيع على الفتى تلك الفرصة السامية، وتضيع عليه كذلك تلك الحظوة التي كان يرجو أن ينالها على إثر تفسير وتعبير تلك الرؤيا. تأمل كذلك كيف أن يوسف عليه السلام علم من لهفة الفتى أن لتلك الرؤيا شأن ووزن، ومع ذلك أولها عليه الصلاة والسلام مباشرة دون أن يشترط عليهم شيئا ودون أدنى مقابل، بل أولها مجانا فقال
تزرعون 7 سنين دأبا. الآن يشرع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في تأويل وتعبير رؤياهم. تزرعون 7 سنين دأبا، أي تزرعون 7 سنين على عادتكم وعلى ما كنتم تزرعون. وهذا تفسير البقرات السمان والسنبلات الخضر. تزرعون 7 سنين دأبا، ثم نصحهم بما يلزم عمله لمواجهة شبح القحط وكارثة المجاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: فما حصدتم فذروه في سنبله، أي دعوه في سنبله وفي مقره ومكانه، فهذا أحفظ له وأبعد عن التلف والفساد. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي إلا ما تحتاجون إلى أكله. ثم يأتي من بعد ذلك 7 عجاف، وهذا تأويل وتفسير البقرات الهزيلات والسنبلات اليابسات. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي مما تدخرون. ثم زادهم عليه الصلاة والسلام بأمر ليس في صلب رؤياهم ما يدل عليه، والظاهر أن يوسف عليه السلام عرف ذلك بالوحي، حيث قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فبشرهم بالفرج بعد الشدة. وقد تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: لقد عجبت ليوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له، ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط عليهم أن يخرجوني. وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه سيد الناس وأجود الناس وأحسن الناس وأكرمهم وأسخاهم ولا فخر. وتأمل أخي هنا كيف يبدو في هذا الموقف المزيد والمزيد من أخلاق يوسف عليه السلام، حيث يبدو جليا كرمه وسخاؤه. وإلا فكل خدمة عباد الله في مقابلها عائد مادي، وهذه الخدمة ليست كأي خدمة، وإنما خدمة تتعلق بالبلاط الملكي، والحاجة إليها حاجة ملحة، وتلك الحاجة لربما لا تتكرر. ومع ذلك قضى يوسف عليه السلام حاجتهم على أمثل ما يكون بلا أدنى مقابل، فأي كرم وأي نبل هذا. يظهر كذلك جليا في هذا الموقف كيف أن يوسف عليه السلام لم يتشف ممن ظلمه، ولم يشمت ولم يفرح بتلك النازلة المرتقبة. يظهر كذلك في هذا المشهد صفح يوسف عليه السلام، وإلا فلم يذكر القرآن الكريم حرف عتاب واحد
واجه به يوسف ذاك الفتى الذي نسيه ونسي مظلمته ونسي وصيته ونسي قضيته العادلة. والبعض منا عباد الله مدمن لوم ولا يفطر عن العتاب، حتى أن البعض لما مرض فشفي جعل يصفي حسابه مع معارفه قائلا: اليوم واليوم فقط عرفت صديقي من عدوي. ثم كشف عن ذلك قائلا: فلان علم بمرضي ولم يتصل، وفلان علم بمرضي ثم لم يزرني، وفلان لم يزرني إلا مرة واحدة. يا لله العجب، حتى من زار مرة واحدة هو الآخر معاتب ملام، وضع في خانة التقصير وعلم عليه. فنسأله جل في علاه أن نكون من الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، وأن يجعلنا وإياكم من العافين عن الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعض عباد الله، فقد رجع الفتى بهذا التأويل لتلك الرؤيا وهذا الإنجاز وذاك الكنز مسرورا فرحا، إلا أنها فرحة ما تمت، وإلا فلم يقبل الملك أن ذاك الفتى الخمار هو صاحب هذا التأويل القيم لرؤياه. فسأل عن المؤول الحقيقي والمصدر الرئيسي لذاك التفسير، فلما أخبر أنه يوسف أمر أن يؤتى به، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فأعاد الملك فتح أوراق القضية، وأحضر النسوة بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به يوسف، وجعل يسألهن وجعل يقول لهن: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق أي ظهر، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. نعوذ بالله من الفضيحة والخذلان، وإلا فقد توعدت المرأة أن يكون يوسف عليه السلام ذليلا صاغرا، فها هي يعلوها الصغار وهي تعترف بكيدها ومراودتها، بينما يوسف عليه السلام ظل عزيزا ببركة عفته ويمن إيمانه. عباد الله، إن العبد قد يختار لنفسه أمرا، ويختار الله عز وجل له ما هو أنفع وأفضل لدينه ودنياه. وإلا فقد أراد يوسف عليه السلام أولا أن يخرج
بشفاعة الفتى، فأراد الله عز وجل له ما هو خير من ذلك، أراد له خروجا أعز وأكرم، خروجا يحفه إعلان البراءة ورد الاعتبار. فالعبد عباد الله قد يختار لنفسه أمرا، والله عز وجل يختار له ما هو أخير له وأنفع، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أراد يوسف عليه السلام أن يخرج بشفاعة الخمار، فأراد الله عز وجل له ما هو أعز وأكرم. وفرق عباد الله بين أن يخرج يوسف عليه السلام ممنونا عليه من الفتى ومن الملك ومن غيره، وبين أن يخرج وهو الذي يمن عليهم بإحسانه وتجاوزه عن إساءتهم وظلمهم. فرق هائل كذلك بين قول يوسف عليه السلام أولا اذكرني عند ربك، وبين قوله ثانيا وقد امتلأ قلبه ثقة ويقينا وسكينة وطمأنينة، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يتعزز يوسف عليه السلام عن الخروج من السجن ولم يعد مباريا بطول المكث فيه ولا متهافتا على الخروج منه، والله عز وجل يهون على أهل المصائب مصائبهم. فأنت أخي قد ترى أهل البلاء هنا أو هناك فتقول كان الله في عونهم، هذا المصاب وتلك الشدة لا تطاق ولا تحتمل، بينما القوم نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ألطاف اللطيف. ثم كانت تلك الحكم التي ختم بها هذا المشهد والتي توصلت إليها المرأة بعد طول معاناة مع المكر والكيد والكذب والخداع، تقول أحرف تلك الحكم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر المسلمين وفرج عنهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.